فقط صور كابتن وتعليقك او يعني تدي كده كومنت لطيف من اللي بتقوله دايما على الصور. حبيبي. طيب اول صوره معانا كابتن احمد كشري بعد لقاءه في الدوري مع اسوان. والله عمل شغل حلو احمد كشري فعلا يعني. بهنيه من كل قلبي وبتمنى له التوفيق. يعني يعني بتمنى ان التوفيق يفضل معاه وما يتخلاش عنه بقى بعد كده، لان المدرب انا زي ما قلت لك وده رايي توفيق برضه، هو توفيق تمام كده. ممكن احمد كشري تبص تلاقيه يعني مثلا احنا شفنا علي ماهر مسك انبي ما كسبش ولا ماتش المصري او مسك المصري دلوقتي مكسر الدنيا. هو ايه ما احنا في شيزوفرينيا يعني. تمام اتفضل. كابتن عماد النحاس عامل شغل برضه حلو قوي، ايه رايك بعد ما تعادل مع كابتن رضا عبد العال وبعدين الخبر اللي اتسرب بتاع محمد يوسف من بتاع الاعلام بتاع النادي الاهلي، ما هو ده تسريب الخبر اثر على ان ابن من ابناء النادي الاهلي يجي. طيب ماشي موسيماني يا كابتن، الصوره اللي معانا موسيماني بتمنى له يا رب التوفيق في مباراه البطوله، هو جاي عشان مباراه بطوله افريقيا بنتمنى. هو الاهلي واخد الدوري النهارده، تعادل خسر الاهلي مش فارقه معانا. طبعًا. احنا عايزين بطولة افريقيا ان شاء الله، ويخس شوية موسيماني. باشيكو جيم باشيكو كان جزار ايه وهو بيلعب باك يمين يعني جزار يا خد بالك كان عصبي جدا طيب ولعيب كويس عامل يعني لسه مع الناس زمالك برضو لسه. بيحاول طيب كابتن طارق العشري. كابتن طارق العشري يعني انا بلوم انه ساب حرس الحدود في التوقيت ده. طيب كابتن مدحت شلبي بقول له الحمد لله على السلامه يا نجم وعودا حميدا، وكنا في الحقيقه النهارده انا استمتعت بالتعليق بتاعه. ماشي كابتن. والله تشاتشيتش يعني ما عملش المعضلات يعني يعني كلام كان كتير انه هيمشي وهيقعد يعني ما اعرفش يعني ما عملش برضه بيراميدز السنه اللي فاتت تالت او رابع يعني السنه دي بيحاول على التاني يعني. نادي بيراميدز بامكانياته لابد ان ينافس على الدوري. شكرا كابتن مجدي.